السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوف الصفحة 48 والصفحة 49 من الكتاب المدرسي فوكس للغة الإنجليزية بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. نبدأ على بركة الله بالصفحة 48. أولا عندي هنا يا cultural studies. cultural يعني ثقافة، studies يعني دراسات، دراسات الثقافة. homes in the world، homes in the world مساكن في العالم. كيف ما هضرنا في الحصة السابقة على home كتعني مسكن، تقدر تكون دار، تقدر تكون ابارتمون شقة، تقدر تكون كيف ما بتكون. المهم home كيتسمى مسكن. homes in the world، world هو العالم. اولا match the names with the pictures، اربطوا الاسماء، هاد الاسماء اللي عطاو ليا مع الصور. pictures يعني صور، الا بغيت نديرها مفرد كنقول picture، كنحيد هاد اس كتولي picture صوره. اذا هنا عندي مجموعه ديال الصور، نقراو هو الاول الكلمات. ا يعني اي، هات، هات يعني كوخ. بي تنت، تنت يعني خيمه. سي عندي هنا بلوك اوف فلاتس، بلوك اوف فلاتس يعني مجموعه شقق، مثلا شي مبنى تيكون فيه واحد المجموعه ديال الشقق. دي هاوس منزل. اذا نشوفوا الصور ونشوفوا كل وحده فينا هي. اذا هذا منزل، يعني منزل بالانجليزيه هو هاوس. اذا بنشد دي غنكتب هنايا دي، غندير هنا لا ليتر دي. عندي هنا كوخ، كوخ قلنا هو هات، اذا هنا غادي نكتب اي. عندي هنايا تنت الخيمه، هذه دابا خيمه كتسمى بلونجلي تنت، اذا هنا بنكتب بي. وفي الاخير هنا عندي واحد المبنى كبير، مجموعه مباني يعني غادي يكونوا فيهم شقق، اذا هنا غادي نكتب سي. اذا هادو هما بلوك اوف فلاتس، اذا هذا هاوس، هات، تنت، بلوك اوف فلاتس. نخلي لكم التصحيح. نمشيو دابا ثانيا. read about these people and complete the table. قال لك اقرأ عن هؤلاء الاشخاص واملأ الجدول. اذا عطاو ليا كل، انت عطاو لي واحد ثلاثة ديال الناس، ثلاثة ديال الاشخاص معلومات عليهم هنايا، ومن خلال دوك المعلومات غادي نعمر انا هذا الجدول، غادي نملأ هذا الجدول. يلا نبداو دابا نقراو. الشخص الاول عندي هنا ايان، سميتو ايان. قال لك hello I live in Glasgow with my brother, sister, my mom and dad. We live in a flat of four rooms. It's old but very nice. إذا نديرو الشرح. Hello, مرحبا. I live in Glasgow. أنا أعيش في Glasgow with my brother, مع أخي, sister, أختي, my mom, أمي and dad, وأبي. We live in a flat. نحن نعيش في شقة of four rooms مكونة من أربع غرف. It's old but very nice. إنها يعني الشقة، إنها قديمة، old يعني قديمة، but very nice ولكنها جميلة جدا. نمشي لإنديرا. إنديرا قالت هاي، My name is Indira and I come from India. I live with my parents, three sisters and two brothers in a bungalow. There are seven rooms in it. إذا قالت لك نديرو دابا الشرح. Hi, مرحبا. My name is Indira. اسمي Indira. And I come from India. وأنا من الهند. I live with my parents. أنا أعيش مع والدي، مع أهلي. Three sisters، ثلاث أخوات. And two brothers، وأخوين. In a bungalow، bungalow هو المنزل المكون من طابق واحد، هذيك الدار اللي فيها واحد الطبقة، كيكون فيها غير السفلية، كيكون فيها الطبقة اللي تحت، ما تيكونش فيها الطبقة الثانية، هذاك هو bungalow. There are seven rooms in it، يوجد فيه سبع غرف، يعني bungalow واخا واحد طابق، هما عندهم فيه سبعة ديال البيوت، سبعة ديال الغرف. نمشيو لعند الاخر نص.
أومارو. Hello, I am Omaru. I live in Kenya with my parents, grandparents, and other relatives. We live in five huts. They are small but nice and comfortable. إذا نديرو دابا الشرح. Hello, مرحبا. إذا نرد البال مرحبا نقدر نقولها بهلو ونقدر نقولها بهاي. I am Omaru. أنا عمرو. I live in Kenya. أعيش في كينيا. With my parents, مع أهلي ولا مع والدي, grandparents, جدي, and other relatives, وأقارب آخرون. إذا relatives يعني أقارب, و other هو أخر يعني آخرون. We live in five huts. نعيش, نحن نعيش في خمسة أكواخ. إذا hut مفرد يعني كوخ, hut هو الجمع دياله. We live in five huts. They are small. هذوك الأكواخ زعما they رجع على الأكواخ. هذوك الأكواخ صغار. But ولكن nice and comfortable زوينين ومريحين. Comfortable يعني مريح. دابا انطلاقا من هاد ثلاثة ديال النصوص غادي نمشيو نملؤوا هاد الجدول. إذا الجدول هنا عطاو ليا name, nationality, type of home, number of rooms, country, city. هنا عطاو ليا الاسم ديال كل واحد. عندنا Ian, إنديرا ومارو. إذا هنا ناشناليتي كتعني الجنسية. إذا إيان كين هو فين كين؟ كين في غلاسكو. غلاسكو كينة في سكوتلندا, في سكوتلند. إذا الجنسية بتكون عنده سكوتلندية. إذا غنكتب هنا سكوتش. سكوتلندي يعني سكوتش. type of home اللي عنده قالك هنا نحن نعيش في فلات شقة. إذا type of home نكتب هنا flat. number of rooms نمشي نشوف عدد الغرف اللي في الشقة. four rooms. إذا هنا نجي نكتب four. country كيف مقلنا غلاسكو كينا في سكوتلندا. إذا هنا يا Scotland نكتب هنا Scotland. city هي غلاسكو راه ذكرها هو دار هنا city هي غلاسكو. نمشي ودابا الإنديرا nationality ديالها هي قاتلنا كينا جات من الهند. إذا هي هندية. إذا غنكتب هنا Indian. Indian. type of home كتعيش هي في بانجالو. نكتب هنا بانجالو. number of rooms هنا قالت لك there are seven rooms. إذا ندير هنا يا seven. country قلنا كاينه في إنديا في الهند. city ما ذكرتهاش, ما ذكرتش city. إذا غادي نخليها خاوية. نمشي الاخر شخص اللي هو عمرو. اذا الناشناليتي ديالو هو قال لينا كاين في كينيا. اذا هو كيني. اذا غنكتب هنا كينيان. ناشناليتي ديال عمرو كينيان. تايب اوف هوم قال لي كنعيشوا في هات. اذا هنا نكتب هات. نمبر اوف رومز هنا ما ذكرش حيت الكوخ ما تيكونش فيه البيوت. اذا هنا ما نديرش والو. كونتري كينيا يعني الدوله فين عايش هي كينيا. اذا هنا نكتب كينيا. سيتي ما ذكرش هو قال هير اي ليف ان كينيا صافي. اذا ما ندير فيها والو. نخلي لكم دابا التصحيح. انتقلنا دابا للصفحه 49 ريفيو. ريفيو كتعني مراجعه. اذا غادي نراجعوا كل شيء داكشي اللي شفنا في هاد الوحده. اول حاجه عندي هنايا كوميونيكيشن. كوميونيكيشن يعني التواصل. التمرين الاول قال لنا tell the time زعما قول الوقت, قول شحال الساعه. اذا هنايا عطاو ليا خمسه ديال الساعات وكل وحده خصنا نذكروا الوقت اللي فيها. اذا بالنسبه للساعه باش ندير واحد التذكير بسيط على قراءه الساعه. قراءه الساعه هي راه بسيطه, خاص غير شويه الحفظه. عندي هذا النص المكانه نعود نقسمها لجوج على جوج. النص ديال اليمين, النص اليمني والنص اليسري. هنايا بالنسبه لليمين ديما كتكون فيها past past, وهنايا اليسر كيكون فيها to. بالنسبه للساعه في اللغه الانجليزيه ما كتكونش هي بحال مثلا حنا في الدارجه كنسبكوه هو الاول كنقولوا الساعه, عاد ديك الساعه تنقولوا الدقيق. تنقولوا مثلا 5 الا ربع, مثلا 3 وربع, 12 ونص. كنسبقو هو الاول بالساعه, كنذكرو هو الاول الساعه. بالنسبه للانجليزيه لا, كنذكرو هو الاول القسومه اللي عندنا
واش اقسم واش قسمين واش ربع، يعني كنذكروا الدقائق زوار عاد كنديروا ديك باست او لا تو، عاد كنذكروا اشنا هي الساعه. نشوفوا دابا شنو كيتسمى الا كان العقرب دابا الصغير فوق الساعه هذيك باينه، الا كان فوق 12 راه كنقول 12، كاين فوق واحد راه كنقول 1، 2 جوج 2، 3 3، 4 4، 5 5، 6 6، 7 7، 8 8، 9 9، 10 10، 11 11. هذا بين ديال الساعه راه باين. بالنسبه دابا للدقائق، دابا بالنسبه للكبير الا كاين عندي فوق 12 هذيك كتسمى اوكلوك، اوكلوك. الا عندي فوق 93 راه كتسمى كوارتر، الربع. نعقل عليها هي بالربع، شديت واحد الخبزه وقسمتها من الربع، هاد 3 ها هي راه الربع هذا، يعني كوارتر. الربعه بالانكلي هي كوارتر، حتى في 9 هاد النص ها الربع زعما ها الربع، حتى هي كنقول كور، اذا حتى هي كنقول كوارتر. اذا الا كاين عندي الكبير في 12 قلنا اوكلوك، الا عندي في 3 ولا 9 كوارتر، والا عندي في 6 النص هاف كنقول هاف. بقاو لي دابا هذاك 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 10 و 11، هادو ساهلين، هادو راه كيتعاودوا. بالنسبه ل 5، بالنسبه ل 1 و 2 الا عندي الكبير فوق 1 هذيك كنقول 5، والا عندي فوق 2 راه كنقول 10. المقابل ديال هذا هو 11، المقابل ديال اقسم هو قل اقسم، هنا نيت 5 حتى ديك الا كانت 11 كنقول 5، 2 كنقول 10 كنقول 10، وإلا كانت في 10 كنقول حتى هي 10. بالنسبة لهادو عندي هنا 4 و 5 وعندي هنا 7 و 8، عندي هنا إلا كاين في 4 راه كنقول 20، وإلا كانت في 8 كنقول 20، وعندي إلا كاين في 5 كنقول 25 و 25، وإلا عندي في 7 كنقول 25 قل 25، 25 25. إذا هادو راه بحال بحال، نديرو التمرين باش يوضح لكم أكثر. إذا هنا عندي العقرب الكبير، كنشوف هو الاول انا العقرب الكبير كنقرا باش نقرا الساعه بالترتيب كما كيكون في لونغلي. اذا العقرب الكبير كاين عندي انايا هذا الكبير كاين عندي في 9، شنو قلت على هذا 9 الربع، اذا غادي نقول a quarter، a quarter it's، يعني شي واحد بيسولني بيقول لي what time is it، what time is it، كم الساعه، يعني كم الساعه، انا غادي نقول ليه انها it's a quarter. قلنا إلا كان الكبير في هاد الجنب اليسري كندير 2، إذا غادي نقول a quarter to 5، a quarter to 5، what time is it، it's a quarter to 5. نمشي للمكانة الثانية، عندي دابا الصغير كاين في الجهة اليمنية وكاين على 3، قلنا 3 هي الربع هي quarter، إذا شنو غادي ندير، أنا عندي قلنا الكبير كاين في الجهة اليمنية، قلت لكم الجهة اليمنية هي اللي كتكون فيها past، إذا غادي نقول it's، بيقول لي هذاك بيقول لي شي واحد what time is it، غادي نقول أنا it's a quarter past nine، it's a quarter past nine، وكنذكر الساعة ديالتي لا الصغير كاين في 9 راه كنقول 9. نمشي دابا للمكانة الثالثة، عندي هنايا الكبير كاين قلنا 6 راه النص، هذا قسمت المكانه على جوج النص، وكيف ما قلت هاد الجهه راه كيكون فيها past، 6 راه كتحسب من هاد الجهه. اذا شنو غادي نقول، it's half past 11، صغير كاين عندي ب 11، it's half past 11، what time is it، it's half past 11. نمشي دابا للمكانه الرابعه، عندي هنا الكبير كاين في 1، شنو قلت لكم على 1 هو 5، وهنايا كاين عندي الجهة العقرب الكبير كاين في الجهة اليمنية، اليمنية ديما تيكون فيها past، إذا أنا شنو غادي نقول، غادي نقول بيسولني شي واحد what time is it، غادي نقول ليه it's 5 past 6، it's 5 past 6. نمشي لآخر مكانة، عندي هنايا الكبير كاين في 7، وعندي هنايا الجهة اليسرية، إذا الجهة اليسرية كيكون فيها 2، 7 هي 25 هي 25، يعني قل 25 بالدرجة 25. إذا شنو غادي نقول، it's what time is it، it's 25 to، أش كاين عندي هنايا 4 to 4، it's 25 to 4.
What time is it? It's 25 to 4. نخلي لكم دبت صحيح. تمرين تاني قالك What can, can't you do? زي ما What can you do? What can't you do? أش اللي يمكن لك تدير وأش اللي ما يمكنش لك تدير. إذا كان كتعني يمكن، can't لا يمكن، أستطيع لا أستطيع، je peux je ne peux pas، هي هذيك. إذا هنا عندي two things I can do at home، جوج ديال الحاجات، things كتعني أشياء، جوج ديال الحوايج نقدر نديرهم في الدار. إذا أش يمكن لي ندير في الدار، نقول دوك جوج الحوايج. إذا شنو غادي نقول؟ مثلا شي حاجه يمكن ليا نديرها في الدار، في الدار يمكن ليا نعس، نقدر نعس في الدار. اذا غادي نقول I can sleep at home. I can sleep at home. يمكن ليا نعس في الدار. استطيع ان انام في المنزل، je peux dormir. I can sleep. هنايا الحاجه الثانيه نقدر نديرها، نقدر نلعب، نقدر نتفرج في التلفازه، نقدر ندوش، نقدر ندير اي حاجه في الدار. اذا شنو غادي ندير؟ نقول مثلا نقدر نلعب الالعاب، مثلا بلاي ستيشن او مثلا العاب الحاسوب. نقول هنايا I can play video games at home. I can play video games at home. Je peux jouer هي I can play. نمشيو دابا للثانيه. عندي Two things I can't do at school. جوج الحاجات ما يمكنش ليا نديرهم في المدرسة. إذا school هي المدرسة، home هو كي قلت لكم الدار، مسكن، سواء أنت كنتي في شقة، في دار، في اللي كان. إذا هنايا أش اللي ما يمكنش ليا ندير في المدرسة؟ المدرسة ما يمكنش ليا مثلا نتفرج في التلفازة. إذا نقدر نقول هنايا I can't، أنا لا أستطيع، je ne peux pas. I can't sleep، أو لا I can't watch TV at school. لا يمكنني مشاهدة التلفاز في المدرسة. Je ne peux pas regarder la télé à l'école. إذن je ne peux pas regarder هي I can't watch. أش تاني واحد الحاجة نقدر تاني نقول ما يمكنش ليا نعس في، ما يمكنش ليا نعس في المدرسة. نقدر نقول I can't sleep at school. I can't sleep at school. لا يمكنني أن أنام في المدرسة. Je ne peux pas dormir. أو لا نقدر نقول ما يمكنش لي ندوش. مثلا نقول I can't take a shower at school. ما يمكنش لي ندوش في المدرسة. نشوفوا دابا صحيح ونقرأوا مع بعضياتنا. إذن ها هو صحيح. إذن هنا Two things I can do at home. I can sleep at home. يمكن لي نعس في الدار. I can sleep at home. I can take a shower at home. يمكن لي ندوش في الدار. I can take a shower at home. Two things I can't do at school. I can't play video games at school. ما يمكنش لي اللعب البلاي أو الألعاب ديال الفيديو جيمز في المدرسة. إذا نقول I can't play video games at school. I can't watch TV at school. ما يمكنش نتفرج في التلفازة في المدرسة. نخلي لكم صحيح. نمشيو دابا لجرامر. جرامر عندي هنايا ثالثا look at the table and complete the sentences or questions. قالك هنايا ألاحظوا الجدول وأكمل، وغادي نكملوا هاد الجمل، أكمل الجمل او الاسئله. شكون هنا كاين عندي شي اسئله؟ كاين عندي واحد جوج ديال الاسئله. نقراوه هو الاول دابا الجدول ونفهموه. عطاو لي هنا في الفوق افعال لايك ايت بلاي. لايك زعما ايمي، ايت زعما مونجي، بلاي جوي. اذا تحب ولا يعجب، مثلا ان يعجبك شيء ما، هنايا ان تاكل وهنايا ان تلعب. عندي هنا اشخاص سامير، جون، سلمى، ماري، جيم. اذا غادي نشوفوا اش اللي كيديروا. اذا سامير لايكس ماث. بالنسبه للافعال دابا، الافعال بالنسبه لحيت هادشي غادي يكون مكونجيغي في لو بريزون في المضارع،
بالنسبه للمضارع الا بغيت نكونجي هاد الافعال، حيت دابا هاد الافعال ما مكونجيينش، هاد الافعال في الانفينيتيف. دابا انا الا بغيت نحولهم ولا نصرفهم في المضارع ضروري ليا هي شي ات، كندير لهم اس على فان، هي شي ات، هو هي ات، راه كتدار لغيري العاقل ضروري كنزيد اس على فان. بالنسبه للضمائر الاخرى لا، اي يو وي ذي يو ما كنزيدش لهم اس، اذا هي شي ات كيتزاد لهم اس. سمير هذا كيعود على هي هو، اذا ضروري غادي ندير اس الا بين نهضر الا بنقول راه كيقول كيدير شي فعل شي اكسيون. اذا غادي نقول سمير لايكس ماث، سمير يحب الرياضيات. جون لايكس هيز هاوس، جون يحب منزله. سلمى لايكس هير جاردن، سلمى تحب حديقتها. ماري لايكس انجلش، ماري تحب الإنجليزية. جيم لايكس ارت، جيم يحب الفن. اذا هنايا هي هي شي شي هي، داكشي علاش زدت اس على ف. هنا عاود ثاني العمود الثاني، اذا هنا الفعل الثاني هو ايت، ان تاكل. سمير eats breakfast at 8، سمير ياكل الفطور على الساعه 8. John eats lunch at 1، جون يأكل الغداء على الساعة 1. سلمى eats dinner at 9، سلمى تأكل العشاء على الساعة 9. Mary eats breakfast at 8، ماري تأكل الفطور على الساعة 8. Jim eats lunch at 1:30، أو لا، Jim eats lunch at 1:30. جيم يأكل الغداء على الساعة 1:15. الفعل الآخر هو play، إذا يعني سمير plays football، سمير يلعب الفوتبول. جون plays tennis، جون يلعب التنس. سلمى plays basketball، سلمى تلعب كرة السلة. Mary plays tennis، ماري تلعب كرة المضرب. Jim plays rugby، جيم يلعب الرجبي. عطاو لينا هنايا واحد المثال، سمير عطاو لينا نقط فارغة ماتس. اذا غادي نمشي لسمير ونشوف اش من فعل متصل ليا بهاد الرياضيات. اذا سمير likes math، سمير لايكس ماث. اذا هنايا غادي ندير اولا سمير اند ماري بريكفاست ات 8، عندي هنا سمير وعندي هنا ماري. بريكفاست اش كيديروا ليه؟ كياكلوه. ايت، اذا هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير ايت او لا ايت. عندي هنا سمير اند ماري راجع على هم، يعني ذاي، وقلنا هي شي ات هما الوحيد اللي كنديروا فيهم ات. اذا they ما كنديرش ليها اس، اذا غادي نكتب هنا سمير اند ماري eat breakfast at 8، سمير وماري ياكلان الفطور على الساعه 8. ثانيا جون هيز هاوس، هنا عطاو ليا سؤال، اذا السؤال كنطرحو ب do او لا does. اذا الفيرب تو دو، ان تفعل، بالنسبه لهذا الفعل هو التصريف ديالو. اي دو، you do، he does، she does، it does، you do، we do، they do. اذا هنا عندي do او لا does، الا كاين عندي he she it راه كندير does، لما باقي كندير فيهم do. اذا هنا عندي جون، ها هو جون، وبالنسبه للمنزل ديالو اش من فعل نستعمل هو like. اذا غنكتب هنا does john like his house. علاش هنا ما درتش does John likes his house؟ حيتاش هنا عندي does، ما نقدرش نقول does وندير معاها تاني play تاني عاود نصرفها تاني في المضارع. هذه هي القاعدة، عقلوا عليها، إلا درت أنا do أو لا does، الفعل الآخر اللي عندي في الجملة نيت رئيسي راه ما كنصرفوش، كنخليه هو هكاك. إذا هنا غادي ندير does John like his house، هل يحب جون منزله؟ ثالثا جون رجبي، اذا جون ها هو
عندك هنا روجبي، لا باي روجبي، لا جون ماكي، اذا جون ما كيلعبش هو روجبي، جيم هو اللي كيلعبو. اذا شنو غادي ندير هنايا؟ بندير النفي ديال هذاك الفعل، النفي حتى هو راه كنديرو بدو او لا داز. اذا شنو غادي نكتب؟ غندير جون doesn't play rugby، يكون كاين كيلعب الركبي بنقول جون بلايز ركبي، ولكن ما كيلعبوش. اذا غادي ندير جون doesn't play rugby. نمشيو لرابعا، جون اند ماري تنس. اذا ندي جون ماري اش كيديروا التنس؟ كيلعبوه بلاي. اذا هما كي قلنا الجمع ما كنديرش ليه اس، اذا غادي نكتب جون اند ماري بلاي تنس، جون وماري يلعبان كرة المضرب. سلمى dinner at 9، سلمى dinner at 9، اذا الفعل هو eat، اذا غادي نكتب سلمى eats dinner at 9، حيت هذا الضمير هذا سلمى كيرجع على she، داك الشيء علاش درت eats. سادسا عندي هنا جيم اند جون لانش ات 1، اذا شنو غادي ندير هنا؟ عندي سؤال، قلنا السؤال كنديرو بدو او لا داز، الا عندي هي شي ات كندير داز، والا ما عنديش كندير دو. اذا هنا جيم اند جون، اذا هادو جوج ديال الناس، هاد الناس كيرجع عليهم، يعني الضمير اللي كيرجع عليهم هو they، اذا غادي ندير معاهم دو. اذا غادي نكتب دو جيم اند جون. بالنسبه للانش عندنا هنا جون، عندنا هنا جيم، لانش كي اش كيديروا لانش؟ كياكلوه ايت، اذا غادي ندير هاد الفعل ايت. اذا غادي نكتب do Jim and John eat lunch at 1، واش Jim and John، هل Jim and John ياكلان الغداء على الساعة الواحدة؟ اخر جملة، سمير ماري and Jim school subject، عندي سمير، عندي ماري، وعندي Jim school subject، اش كيديروا لهم؟ كيعجبوهم، يعني لايك، غادي نستعمل هذا الفعل لايك. اذا شنو غادي نكتب هنايا؟ عندي بعدا سمير ماري جيم، هادو كتار يعني هم، يعني غادي ندير لايك، سمير ماري اند جيم لايك سكول سبجكتس، سمير ماري و جيم يحبون المواد المدرسيه ولا المواد ديال المدرسه اللي كيقراو. نخلي لكم ضبط صحيح. انتقلوا لاخر تمرين ديال vocabulary. vocabulary يعني المفردات. رابعا، answer these questions about places in the house، اجب عن هذه الاسئله حول اماكن في المنزل. اذا هنا يعطوا لي السؤال الاول، where is the car، اين توجد السياره؟ اذا الطوموبيله راه كتكون في الكراج، اذا غادي نجاوب، غادي نقول the car is in the garage، the car is in the garage. Where is the television؟ أين يوجد التلفاز؟ التلفاز راه تيكون في الصالون، في لو سالون. إذا شنو غادي نقول؟ The television is in the living room. The living room. Living room قلنا هي غرفة المعيشة أو غرفة الجلوس. Where are the chairs؟ أين توجد الكراسي؟ إذا غادي الكراسي، الكراسي كيكونوا في البلاصة اللي كياكلوا الناس، بلاصة لا مونجي. إذا غادي نقول the chairs are in the dining room. Dining room هي غرفة الأكل أو غرفة الطعام، لا سالا مونجي. Where is the refrigerator؟ refrigerator هي الثلاجة. إذا فين كتكون الثلاجة؟ كتكون في المطبخ. إذا غادي نكتب the refrigerator is in the kitchen. Where is the bed؟ أين هو السرير؟ الناموسية كتكون في بيت النعاس، إذا غادي نكتب the bed is in the bedroom. Bedroom هي غرفة النوم. Where is the bathtub؟ أين يوجد حوض الاستحمام؟ bathtub يعني حوض الاستحمام أو لا لو بينوار، إذا فين تيكون؟ كيكون في الحمام، في لاسال دو بان. إذا غادي نكتب the bathtub is in the bathroom. Bathroom هو الحمام. نمشيو نشوفوا التصحيح ونقراوه مع بعضياتنا. اذا هذا هو التصحيح. Where is the car؟ The car is in the garage. قلنا garage هو الكراج، هو المرآب. Where is the television؟ The television is in the living room. Living room قلنا هي غرفة الجلوس او لغرفة المعيشة.
Where are the chairs? أين توجد الكراسي? The chairs are in the dining room. Dining room هي غرفة الأكل أو لا سالا مونجي. Where is the refrigerator? Refrigerator هو الثلاجة. إذن كاينة في المطبخ. إذن the refrigerator is in the kitchen. Kitchen هو المطبخ أو la cuisine. Where is the bed? أين يوجد السرير? The bed is in the bedroom. Bedroom يعني غرفة النوم. Where is the bathtub? The bathtub is in the bathroom. Bathroom هو الحمام. نخلي لكم تصحيح. إذا كانت هذه النهاية ديال الحصة ديال اليوم. نتمنى تكونوا فهمتوا. اللي ما فهم شي حاجة يخليها لي في التعليق. نتلقوا إن شاء الله في حصة جاية بصفحات موالية من الكتاب المدرسي فوكس للغة الإنجليزية بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي. بالتوفيق للجميع.